فوالا اخوات المشاهدين الكرام، تحياتي للجميع. اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد فيديو جديد على قناتكم قناه من شريف تي في. كما العاده كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. دبرنا في الكارتة الاخوان، توصلنا بهذيك الكارتة اللي قلت لكم في الفيديو الاخر واش توصلتوا بها ولا لا. كاينين الناس اللي قالوا لي اه توصلنا بها، وكاينين الناس اللي قالوا لي راه ما توصلنا لا بالكارتة لا بالفلوس. انا قلت لكم باللي كاينين الناس اللي توصلوا بالفليسات وما توصلوش بالكارتة. راه ما عندنا حتى شي علاقة الاخوان نقولوا الكارتة نو. كاين اللي توصل بها، كاين اللي غادي توصل بها، وكاين اللي ما غاديش توصل بها، ماشي مشكل. حيت هذه الكارتة الاخوان بس تعرفوا شنو فيها، راه فيها غير اكتواليزاسيون ديال امبورتيس اللي غادي تشدو هذا العام 2022. داكشي اللي فيها هنا كيقولوا لكم باللي هام شحال غادي تشدو، هام شحال غادي تشدو، هام شحال غادي تشدو. الناس ديال الانجليز مونوبيتال غادي تشدو كذا او كذا على القضيه ديال الاطفال، هذيك الكومبليمنتو ديال الاطفال الاخوان ديال 50 ديال 100 اورو 70 اورو 50 اورو على حساب السن اللي عندهم. ما تيقتونيش، هذا الشيء اللي كاين في هذه الكارتة كيف قلت لكم راه من السيغوريدات سوسيال كيف كتشوفوا معايا. وشنو اخر هنا الاخوان لتحت، حيت ما بقدرش نوريكم الاخوان حيت هذه المعلومات ديال واحد الصديق بالي. هنا فاين عندي اليدين، راه كاينين تسميات ديال العائله ديالو الاخوان، افراد ديال العائله ديالو والمبالغ اللي غادي يشدو بالي. وهنا في الجنب، في الجنب راه اذا كتشوفوا الاخوان هنا في الجنب هنا مكتوب الاخوان اكتواليزاسيون ديال انغريسو مينيمو فيتال، اذا كتشوفوا من هنا غير باش تعرفوا الاخوان هذا الشيء اللي كاين في الكارتة. هنا كيقولوا ليك ان ريلاسيون كولا en relación con la revalorización de las pensiones no contributivas del sistema de la seguridad social para el año 2022, me complace informarle de que, conforme a la ley de presupuestos generales del Estado, está previsto aplicar un incremento del 3%, que es catarfo y Juan, que no es un incremento, que no es, ¿qué es un gololí? واحد زيادة ديال 3% فيما يخص الإخوان المبالغ ديال إنغريسو مينيمو فيتال هاد السنة 2022. زادوا لكم شويه ديال الفليسات. وهنا كيقولوا لهم ولا كيقولوا لهاد العائله الاخوان شحال غادي يشدوا هاد السنه 2022، 10867.48 اورو. اذا عملنا الحساب الاخوان غادي نلقاو باللي في الشهر هاد العائله غادي توصل ب 900 وكذا اورو، زائد هذيك 100 اورو 70 اورو 50 اورو هذيك ابار. هنا السميات ديالهم كيف قلت لكم الاخوان، وحداهم المبالغ الاخوان ولا المبلغ اللي غادي يشد ولا اللي كيجي لكل واحد منهم. هذا الشيء اللي كاين في هذيك الكارتة اللي كتسولوا عليها، وكاين اللي توصل بها كاين اللي ما توصلش بها. اكتواليزاسيون ديال المبالغ اللي غادي تشدوا هذا العام. هذا الشيء كنقول لكم كيف توصلتوا بها كيف ما توصلتوش بها الاخوان، ماشي مشكل، الفلوس ديالكم كاين وغادي توصلوا به، غير كاين شويه ديال الريتراسو، شويه ديال التاخير. علاش كاين واحد الخبر اللي كيقول لينا علاش، قلتها لكم ديك النهار في هذاك الفيديو، هاد الناس عليهم بزاف ديال العمل، الملفات الاخوان بزاف غارقين في العمل. على داكشي راه خصهم الاخوان يعملوا الاكتواليزاسيون ديال كل عائله، انغريسو مينيمو فيتال اخوا كارغو، و عندهم الملفات جداد بحالي الناس بحالي اللي يلاه كنطلبوا الانجليز مينيمو فيتال باش نستافدوا من هذه المساعده ديال الاطفال. على داكشي الاخوان الفليسات ديالكم كاينين، اللي ما توصلش بها في هذا الشهر جوج غادي توصل بها شهر الجاي ولا الاخر، ولكن ما خصكمش تخافوا حيت الفلوس ديالكم الاخوان نهار اللي غادي يخلصوكم راه غادي يجمعوا لكم داكشي كلشي، حيت هذا القانون الاخوان راه طبق شهر واحد هذه المساعده. واحد وجوج ثلاثة غادي يجمعوا لكم ثلاث شهور الاخوان الناس اللي غادي نقولوا يخلصوها الشهر الجاي، وكاينين الناس اللي يقدروا يخلصوهم الاخوان حتى شهر 4 ولا شهر 5 الله اعلم، على حساب حيت هنا في الخبر كيف قلت لكم الاخوان كيقولوها الريتراسو سي لو سباوس دي لا سيغورا سوسيال،
تأخير في الخلاص الإخوان نقولوا سيغورا سوسيال. كواندو سي كوبرا الكومبليمنتو بور ايخو مينور؟ هذا هو السؤال ديالكم. فوقاش غادي نتخلصوا على هذه المساعدة ديال الأطفال؟ هنا كيجاوبوا الغوبيرنو سيغورا كي سيستا تراباخاندو بارا كي الباغو سيا لو انتيس بوسيبلي، باللي الحكومة خدامة باش تخلص الناس في أقرب وقت، في أقرب وقت. ولكن في نفس الوقت كيقولوا يا أونكي نو لو دا بور سيغورا، في أقرب وقت. ولكن في نفس الوقت كتقول لكم على حساب داكشي اللي غادي نوصلوا ليه في أقرب وقت، ما كيعنيش الشهر الجاي ولا السيمانة الجاية ولا نو، داكشي اللي غادي نوصلوا ليه غادي نديروه. افيرما كي سولو كي لو ماس بروبابل كي سيا ان لا سيغينت نومينا، كيف قلت لكم. وهنا كتقول لك باللي يقدر توصلوا بهذه الفلوس في الخلصه الجايه، في الشهر الجاي الناس اللي كتخلص. حيت كنتم تعرفوا واحد الحاجه، هاد العائله هادي الاخوان، هاد الاخ، هاد الصديق عنده الانجليز مونوبيتال، ماشي عنده غير اخوه كاربو، وتوصل بهاد الزياده ديال 3% فيما يخص الانجليز مونوبيتال، ولكن فليسات ديال الاطفال هذيك المساعده راه ما توصلش بها. غير باش تعرفوا بالي راه ما تخافوش، حيت هنا راه كيهضروا ليها الاخوان، كيهضروا على هذه القضيه ديال المساعده ديال الاطفال. هنا كيقولوا مينوريز دي تريس انيوس 100 اورو، مايوريز دي تريس انيوس اي مينوريز دي 6 انيوس 70 اورو. طال قلت لكم المساعده كاينه وغادي توصلوا بها، مش حال ما تعطلوا الاخوان، ولكن الفلوس ديالكم غادي يوصلوا لكم. وانتم ما كتشوفوا الخبر الاخوان ولا هذا المقال ديال الكوريو كيهضر على هذه القضيه، على داكشي كنقول لكم باللي ما تخافوش، استناو راه غادي توصلوا بالفليسات ديالكم، اما في الخلصه ديال الشهر الجاي، ولا الاخوان فوقاش ما هما توصلوا بالملف ديالكم، الملف ديالكم نقولوا فوقاش ما طاحوا في الملف ديالكم، فوقاش ما عملوا الاكتواليزاسيون الملف ديالكم، راه غادي يصيفطوا لكم الفليسات ديالكم. مساعده كاينه، والناس اللي كتسول على انا ما عنديش ولا انا ما عنديش الحق في الانجليز مونوميتال وما عنديش الحق في اخوا كارغو، واش نقدر نستافد من هذه المساعده ديال الاطفال؟ كنقول لكم اه، قلتها لكم في 20 فيديو، اه الاخوان اه، اذا ما كتفوتوش في السنه هذوك المبالغ اللي قالوا لينا راه غادي تستافدوا من هذه المساعده. وهذوك المبالغ اللي كانوا قالوا لينا في الاول راه ماشي هما هذوك، راه طالعين شويه. مثلا كنهضر على الحاله ديالي، عائله متكونه بالاب والام وثلاثه ديال الاطفال، كانوا قالوا لينا ما خصناش نفوتوا في العام 32000 وقيلا و 200 اذا ما نسيتش. دابا الاخوان كيهضروا على مبلغ ديال 38900 وكذا، تقريبا 39000 اورو. هذاك هو المبلغ اللي انا ما خصنيش نفوت في العام، مبلغ كبير. اغلبيه منكم راه ما كتفوتوش على داك الشيء، شنو خصكم ديروا؟ خليوكم من الاسئله، دفعوا الانجليسو مينو موبيتال باش تقدروا تستافدوا من هذه المساعده ديال الاطفال. عندكم اطفال حتى اذا خدامين وعندكم اطفال، راه اغلبيه منكم راه ما كتفوتوش هذوك المبالغ اللي قالوا لينا. وشنو خصكم ديروا؟ دفعوا الانجليسو مينو موبيتال، حيت هذاك هو الباب اللي كاين، ضروري ندوزوا من هذا الباب ديال الانجليسو مينو موبيتال. طلب الانجليزي من ويتا، انت ما عندكش الحق فيه، ولكن ما كتفوتش هذاك المبلغ اللي قالوا لينا في السنه، وعندك الوليدات غادي تستافد من هاد 100 اورو 70 اورو 50 اورو. في هذه القناه عملت لكم جوج فيديوهات، كيفاش توجدوا الوريقات ديالكم وكيفاش تدفعوا الانجليزي من ويتا، تبعوه الاخوان. راه ضربنا تماره في هذوك الفيديوهات الاخوان، ضربنا فيهم تماره باش نوري لكم كيفاش تدفعوا سميتو الانجليزي من ويتا، تفرجوا فيهم ودفعوا الانجليزي من ويتال. هادشي اللي نقدر نقول لكم. اما هادوك اللي كيقولوا راه كتسعاو داكشي، هادوك غير خليوهم، هادوك تلقاهم من هادوك الناس اللي عمر ما خدموا النهار في اسبانيا، ما دخلوا حتى فرانك،
في الضمه الاجتماعيه وتلقاهم عاد كيبربروا. حنا اولد عمي راه خدامين خدامين، راه 20 سنه تقريبا هذا اللي كيهضر معاك هو كيكوتيزي في سوريا سوفيال كل شهر، وما كنستافد لا من الانجليز ومن ويتال لا من اخوها كارغو لا من حتى شي حاجه. اذا عندي الحق في هذه المساعده راه من حقي نطلبها، راه ما كنسعاش حيت كاينين شروط ولد عمي. اذا انت ما كتوفرش على هذوك الشروط ما عندي ما ندير ليك. كاينين شروط، هادشي راه ماشي كنسعاو، هادشي راه ماشي كنسعاو، هادشي اذا عندك ولا موفر على هاد الشروط. اذا ما موفرش عليهم شبر شي قونت وجلس ترانكيل، الله يسهل عليك والله يسهل على الجميع. علاش هاد الكلام في الخاوي؟ علاش؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. العجب كاين شي ناس ما نعرف صراحة ما عرفش كيفاش كيفكروا. عرفتوا شكون هما اللي كيسعاو؟ هادوك اللي كنقول لهم انا كيسعاو، هادوك اللي كتلقاه كيبيع طريفان وزيد 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 وزيد، وكتلقاه عامل صف في كاريتاس في السوسيال. هادوك هادوك كيسعاو وهادوك ما عندهمش الوجه. اما اللي كيضرب تماره خدام كيدخل وكاين شي مساعده عنده فيها الحق راه من حقه يطلبها ماشي عيب. الفضيحه هي ان تلقاني عندي فلوس بخير عليا ونمشي نتقاتل مع الناس اللي ما عندهمش، نقولوا نعمل الصف كاريتاس. هذيك هي المشكل، هذيك هي الفضيحه. المهم الاخوه، هادشي اللي كاين كيف قلت لكم البرا الاخوان فيها غير اكتواليزاسيون ديال الخلصه ديالكم 2022. تما كيشرحوا لكم شحال غادي تشدوا هذا العام، المبالغ اللي غادي تشدوا هذا العام الاخوان 2022. توصلتوا بها مزيان، ما توصلتوش بها ما كاين حتى شي مشكل. وهذا الريتراسو الاخوان ولا هذا التاخير فيما يخص نقول الاخوان الفليسات ديالكم ما خلصوكمش، ما كاين حتى شي مشكل. في الايام المقبله الاخوان ولا في الشهر الجاي غادي توصلوا بالفليسات ديالكم، ما عندهم فين يمشيو. بالا الاخوان كنتمنى ان شاء الله في هذا الفيديو كنوضحت وضحت لكم كل شيء مزيان باش ترتاحوا. تحياتي للجميع واللايكات اذا كان تستاهلوا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.